في العاصمة العراقية بغداد عقدت أعمال مؤتمر طريق التنمية بمشاركة وزراء النقل أو من يمثلهم من دول السعودية وإيران وتركيا والأردن وسوريا والإمارات والكويت وقطر وعمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لمناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع طريق التنمية. وتحولت التفاهمات بين قادة وزعماء الدول إلى خارطة طريق تشهد البدء بالمشاريع التنموية المتعلقة بطريق التنمية، وذلك عبر تشكيل لجان فنية مشتركة. تعالوا نتعرف على مشروع طريق التنمية. هذا هو ميناء الفاو الكبير الذي يقع جنوب العراق. هل تشاهدون خطوط السكك الحديدية هذه؟ ستربط ميناء الفاو بتركيا ثم أوروبا بشكل عام، وستمر هذه السكك بعشر محافظات عراقية لتحول البلاد إلى مركز عبور يختصر وقت السفر بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز. هذا المشروع البالغ طوله 1200 كيلومتر يمتد من الحدود مع تركيا في الشمال إلى الخليج في الجنوب. المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي وصف طريق التنمية بباب يفتح للتنمية في البلاد، وأنه ليس فقط طريقة لمرور البضائع أو المسافرين. لنتعرف على القطارات التي ستستخدم في طريق التنمية. من المتوقع أن تصل سرعة القطارات إلى 300 كيلومتر في الساعة. عدد القطارات التي تسير على السكك يتجاوز 100 قطار باليوم الواحد، كل 10 دقائق سيسير قطار. أما ساعات تشغيل القطارات على السكة ستتوزع على 12 ساعة، 6 ساعات للقطارات التجارية لنقل البضائع و6 ساعات أخرى لقطارات نقل المسافرين. هذه هي محطة القطارات، حيث سيتم بناء نحو 15 محطة قطار على طول الطريق في المدن الرئيسية. هذه المحطة الأولى في البصرة، ثم تليها المحطة الثانية في بغداد، ومحطة أخرى في الموصل وحتى الحدود التركية. تبلغ كلفة المشروع 17 مليار دولار. هذا المشروع كغيره من المشاريع التي تثير جدلاً سياسياً واقتصادياً في العراق، فبعض الخبراء والسياسيين ذكروا أنه سيكون كغيره من المشاريع الذي تطاله أيدي بعض الفاسدين وينتهي قبل أن يبدأ، في حين رأى آخرون بأنه فرصة رئيسية لإنعاش الاقتصاد ويساهم في نقل البضائع من الجنوب إلى الشمال بأقل وقت وتكلفة، ويكون حجر الزاوية لاقتصاد مستدام لا يعتمد على النفط ويساهم في التكامل الإقليمي. وهنا يبقى السؤال الأهم، هل الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان ستعيق المشروع أو تؤخر تنفيذه؟ في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.